القبائل، دائما لكم مكانه، دائما واقفين من اجل انكم تخدموا، ودائما ما بتقصروا، فدائما بتسجلوا حضور. فمن هنا من اداره المكتب الاقليمي بنحييكم. شيوخ القبائل دائما انتم لامعين في وجود وسط السياسه، فبنحييكم اداره المكتب الاقليمي دائما الى الامام والى النجاح. جمعتنا الحريه والديمقراطيه اليوم، وجينا لكي نحتفل بعيد الحريه والديمقراطيه، ونحن دائما بالمملكه العربيه السعوديه شعوب متوحده، فبنحييكم. كيف لا ونحن لدينا رئيس جمهوريه دائما يمد يد العون والسلام، وسيدة البلاد دائما مرأة متبعة لزوجها خطوة خطوة من أجل النجاح والنماء. فمن هنا بحييكم باسم واحد وبقول لكم الوطن بخير والحزب بألف خير. تحية وألف سلام. صفقة قوية للحرية والديمقراطية.